كوثر، قبل ما نتكلم تحديدا عن البكالوريوس التقني اللي بالاساس موضوعنا عنه، عايزين نفرق بين 3 حاجات بيدرسوا التمريض في مصر: المدرسه، المعهد، الكليه. في الحقيقة في مصر كان في تعدد لمستويات التعليم، يمكن آخر 10 سنين زي ما حضرتك قلت كده كنا 3 مستويات فقط، قبل كده كنا 6 مستويات. الثلاثة دول نظام مدرسة التمريض اللي بيدرسوا بعد الإعدادية لمدة 3 سنين وبتحصل فيها الخريجة على دبلوم تمريض. المعهد الفني 2 سنين بعد الثانوية العامة، والخريج بيحصل على معهد فني فوق المتوسط. كلية التمريض اللي هي أخصائية التمريض أو أخصائي التمريض اللي هو بكالوريوس التمريض 4 سنوات دراسة وسنة امتياز. في الحال الحمد لله قدرنا الفترة اللي فاتت يعني نحدث ونطور مدارس التمريض، وبقى عندنا مستويين فقط اللي هو المعاهد الفنية للتمريض وبكالوريوس التمريض. النهاردة احنا في طريقنا ان احنا نخلي التمريض في مصر مستوى واحد فقط من خلال البكالوريوس التقني اللي احنا لسه اللي هو اول يبقى دفعة. جامعة بس، ما يبقاش فيه معاهد؟ لا، هيبقى على مرحلتين، هيخش المعهد هيتكلف عشان سوق العمل وعشان الاحتياج بتاعنا، وهيدرس وهو زي الجامعة المفتوحة كده، تمام، وهيدرس وهو يعني زي مراحل بعد مكلف كده، يعني المعهد ده علشان سرعة التخرج، بالظبط وبعد كده هو بيشتغل يقدر ان هو يكمل تعليمه بالظبط كده لمستوى أعلى. بالظبط كده. ممكن الموضوع يوصل لدراسات عليا؟ إن شاء طبعا الله. مش ممكن ده، اكيد اكيد طيب في احكي. هيدرسوا زمالة طبعا من يرغب ليهم ماجستير تقني ودكتوراه تقنيه. ولما نقول تقني او تكنولوجي لان المسمى جديد في مصر، ده اهم شهاده مهاريه على المستوى العالمي.